جميع التلاميذ الآن ملتحقين بالمدرسة بالأقسام تاعهم من بعد ما دوزوا واحد العطلة تاع 15 يوم. الأمور جميع التلاميذ كما قلت وجميع الأساسيد كلهم ملتحقين تاهما بأقسامهم بالعمل تاعهم. الأمور جد عادية بالنسبة للدخول المدرسي. كاين ارتياح عام من الساكنة ومن الأساسيد ومن حتى من التلاميذ. سمعنا أن في هذه المدرسة فيها 20 متعاقد، واش حتى هما التحقوا اليوم بالعمل؟ فعلا المدرسة تضم 20 أستاذ من أطر الأكاديمية. هذا لفظ التعاقد ما بقاتش مطلقا على حسب التعديل الأخير. بطبيعة الحال كل شيء ملتحق بالأقسام تاعهم، كل شيء ملتحق بالعمل تاعو، تيعملوا في واحد الجو تربوي محض، يعني ما كاين حتى شي إشكالية نهائيا لحد الآن. سمعنا أن التلاميذ عانوا بثلاثة ديال الأسابيع ديال الإضراب، واش هاد الدروس اللي ضاعت الفون يتغاتخابي؟ نأكد بأن هاد 20 تاع أستاذ تابعين لأطر الأكاديمية ما كانوش في إضراب كاملين كلهم، إنما واحد البعض منهم. فيما يخص التلاميذ فبطبيعة الحال في إطار مع مجلس التدبير ومع واحد مجموعة تاع الإخوان وجمعية الآباء اللي بهذه المناسبة نشكرهم شكر كبير، لأنه قدموا واحد الدعم لا معنوي ولا استشاري للإدارة. فبتعاون مع الأساسيد المعنيين قمنا بواحد الساعات إضافية لبعض التلاميذ والأقسام. بطبيعة الحال الآن جميع التلاميذ وجميع المستويات في مستوى واحد نهائيا، وجميع التلاميذ يعني استفدوا من الدروس تاعهم كما هو مقرر في مقرر وزير التربية الوطنية، وجميع التلاميذ أيضا خضعوا الفرض الأول من الامتحان تاع الدورة الثانية. باقي تكون من 3 مرافق من ثم الحمد لله رجعنا الآن من العطلة الربيعية. الأجواء جيدة الحمد لله، الأساتذة المتعاقدين رجعوا العمل ديالهم اللي كانوا مضربين من مطلع شهر مارس. الحمد لله ما غيكونش يعني واحد لو ديكالاج ميمسي تقريبا ديال شهر ونص والأساتذة متغيبين والتلاميذ ما كيلتحقوش بالمؤسسة. إن شاء الله غيتعود كل شيء والسنة غتسالي في الوقت ديالها. سمعنا أن هذه المؤسسة كانت عندها في أساسيد متعاقدين اللي داروا الإضراب، شنو يمكن لك تقولنا على هذا الشيء؟ هذا هي صراحة كانوا أساتذة مضربين ولحد الآن كل شيء رجع الحمد لله. اليوم كل شيء رجع، اليوم اثنين رجعوا لمقرات العمل ديالهم وكيزاولوا المهنة ديالهم كما يجب. وحنا كنتسناو القرار إن شاء الله نهار الثلاث ونتمنى يكون خير. Bonjour, je m'appelle Hajar Lihiaoui, j'ai 10 ans, je suis en 4e année primaire à l'école Mohamed Zarqtouni. Je me sens bien après les vacances et je suis prête pour reprendre mes cours. بعد العطلة رجعنا للمدرسة وأنا فرحانة ونشيطة، كنحس براسي ارتاحيت بزاف ومستعدة باش نبدأ في الدروس الجديد. زرت حديقة